على مدى 10 أيام ضم به المتحف الوطني باللاذقية ملتقى زكريا الشريقي للفن التشكيلي بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين الذين أرادوا من خلال أعمالهم تكريم الفنان زكريا الشريقي الذي تميزت مسيرته بالغنى في مجالات الفن والأدب. الفن هو ذاكرة الحضارة في كل الأمم، ونحن لولا الفن لما عرفنا عن أجدادنا شيئا، هو ثقافة وعلم ومعرفة، ومن يعمل بالفن من الشباب اللي موجودين إنما يعبرون عن واقع هم يعيشون فيه أو يريدون أن يكون مثله. لاحظنا من خلال الأعمال اللي شغلينها فيها حالة فرح كثير جميلة. شفت أيضا تطعيم ما بين فنانين خبرة باللوحة التشكيلية مع فنانين شباب، هذا التجانس كثير جميل، يمنح الفنان المبتدئ قوة أكثر من خلال التكنيك. عندما يكرم الفنان هذا يمنحه أهمية، وهي الأهمية تنعكس على قيمة لوحته الفنية. نحن لما منكرم منذكر أنه نحن كاملين، وأنه نحن مضلنا منحترم اللي قبلنا واللي أهم. وأكيد هيك ملتقيات عرفي على فنانين كتير، تشوفي تشتغلي أنت وياهم بيعطي روح حلوة، بيعطي دافع حلو. كان في تفاعل إيجابي، في كتير أولاد صغار زورونا يشاركونا بلوحاتنا. حالة التواشج ما بين التشكيلي وما بين محيطه حقيقة هو بيوصلنا لهذيك اللوحة اللي هي بتصير جزء من الحياة. بالتأكيد جميعنا رسمنا تحت حس بأننا نكرم فنان تشكيلي ونسلط الضوء على مسيرته. الأهمية الثانية أنه هذا الملتقى يقام في المتحف الوطني باللاذقية، وهو مكان يعني تاريخي ومهم جدا. الغاية من هاي الملتقيات واستمراريتها أولا تكريم الشخص اللي له بصمة واللي له حضور على مستوى الشأن الثقافي نتحدث. النقطة الثانية هو عم نحاول نستقطب أكبر عدد ممكن من الفنانين التشكيليين بمحافظة اللاذقية، فهذا عامل كتير مهم، وهو وجه من الأوجه الثقافية العديدة اللي لابد من أنه نسلط الضوء عليه. خلال الملتقى كان في ندوة تعريفية بالفنان زكريا الشريقي وتم تكريمه. هذا الموضوع مهم جدا، تعريف الفنانين التشكيليين الجدد الشباب بقامات فنية، بقامات أدبية، بقامات ثقافية لا زالت على قيد الحياة ولا زالت تعطي. Thank you.